أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول بالنسبة لصلاة الفجر الوتر، ما عدده وما حكم ترك الوتر مع القدرة عليه؟ الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، سنة مؤكدة، إذا تركه فلا إثم عليه، وإذا فعله كان له أجر، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. نعم.